تواصلنا مستمر بالتحية المتجددة لكل الإخوان المتابعين والمتواجدين والمشاركين في أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث. الأشواط الرئيسية انتهت بأربعة أشواط لتبدأ بداية الجولة الثانية، وهو الشوط الخامس المنطلق أمام حضراتكم، والخاص أيضا بالأبكار اللقايا المحليات الأصائل. ثاني أشواط المحليات وخامس أشواط صباح هذا اليوم، بوجود هذه الأعداد المشاركة في هذا الشوط والمتواجدة في أرضية هذا الميدان، نسير مشاهدين الأعزاء مع مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول سمحة خلف بن سعيد بن بخيت الشامسي يأتي بانطلاقة ووجود سمحة على مقدمة هذا الشوط. مباشرة إلى المركز الثاني أيضا سمحة منصور بن ناصر بن سرود الخيالي، بينما المركز الثالث فهي خود مسعود بن مهير بالصايق المزروعي، يعلن أيضا بانطلاقة ووجود خود مباشرة إلى المركز الثالث. من الجانب الآخر هادي زمن عبد الله بن مهير بالصايق المزروعي، اسم جميل وهي زمن، بينما المركز الرابع غيرت إلى الثاني مباشرة فهي شواهين سعيد بن حمد بن حمرور العامري. المركز الخامس تتواجد السائحة حمد بن هيان بن سالم العامري، يصل بن هيان مشاركا بانطلاقة السائحة، بينما المركز السادس فتتواجد أيضا خود مسعود بن مهير بالصايق المزروعي، يقدم أيضا هنا خود وزمن في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. مباشرة مشاهدين الأعزاء إلى المركز السابع حيث تتواجد أيضا سمو، تتقدم أيضا إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري، يأتي بانطلاقة سمو لتسمو إلى المراكز الأولى وانضمامها إلى العشر المراكز المتقدمة. خذت المركز السابع. المركز الثامن هذه العاصمة حمد بن هديب بن بطي بن دميثان الشامسي، يصل في هذه اللحظات بن دميثان مع المركز الثامن. المركز التاسع ضجة سليم بن محمد بن عذحيث العامري، يتقدم بن عذحيث مقدما أيضا هذا الاسم وهي ضجة، تتواجد تاسعا. وعاشرا هذه نوادر، هذه نوادر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري، يأتي بن مبارك متقدما بوجود نوعية نادرة وهي نوادر منضمة إلى دائرة العشر المراكز الأولى. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، هذه النتيجة. راقبوا خلف أيضا العشر المراكز المتقدمة التي تنطلق أمام حضراتكم وتتواجد بشعارات عملاقة، شعارات عرفتها أيضا سباقات الهجنة العربية الأصيلة، تتواجد اليوم في أرضية ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث، حاضرة في هذه الانطلاقات الصباحية في هذا السباق السابع الذي يأتي مواكبا لجائزة زايد الكبرى، والمنطلق في كل أذن الميادين حيث قدم المجال في هذه الرياضة بأن تقام هذه السباقات التمهيدية. رقم وجود أيضا مهرجان جائزة زايد الكبرى، دعم صخي ولا محدود لهذه الرياضة من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة لرياضة الهجن. على العموم نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير.
الكبير مقدمة الشوط هذا بن سرود ياتي على المركز الأول يتقدم ويقود المسار بوجود سمحة. منصور بن ناصر بن سرود الخيالي يعلن بوجود سمحة تتواجد على مقدمة هذا الشوط تتواجد على المركز الأول. ولكن شواهين بن حمرور سعيد بن حمد بن حمرور العامري يتقدم بهذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. الله هذا بن حمرور حاضرا بنوعية بسجلاتها السابقة التي عرفناها أحد أقوى اللقاية مع بن حمرور كذلك لما لها من سجلات سابقة حضر بها في أرضية هذا الميدان متمنين له ولقيره التوفيق والناموس. ننتقل إلى المركز الثالث هذه هي أيضا سمو إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري أبناء السلطنة وبالتحديد بدية يطالبونك بناموس هذا الشوط أنت ممثلهم في أرضية هذا الميدان وخاصة في هذا الشوط. المركز الخامس أو الرابع غيرت من الخامس إلى الرابع هذه نوادر عوض بن مبارك بن سعيد المهيري ياتي بوجود نوادر من الجانب الآخر تتسلل رويدا رويدا إلى قمة المنافسة بشعار بن هيان سالم بن حمد بن هيان العامري ياتي مع هذا الانطلاق. هذه دائرة الخمس المراكز الأولى واقتربنا من لوحة الألف والمئتين اقتربنا من لوحة الألف والمئتين ياهي معركة اللقاية سرعة اللقاية في أرضية هذا الميدان سرعة أشواط اللقاية ما شاء الله 7:39 أفضل توقيت سجله في صباح هذا اليوم مع توافيق وهي لحمد بن هدي بن بطي بيت بيضان الشامسي. هل سوف يتحطم التوقيت مع هذا الشوط بما فيه من صراع قوي بما فيه من سرعة فائقة؟ ولكن المقدمة بن حمرور بن حمرور يقود الشوط مع وجود مجموعة من الشواهين. أرصد لي الرابع الثالث غيرت إلى الثاني في هذه اللحظات غيرت إلى الثاني هذه الساحة حمد بن هيال بن سالم العامري يتقدم في هذه اللحظات ولكن بن حمرور بن حمرور هنا مع المقدمة بن هيان ياتي بوجود الساحة ياتي بوجود الساحة واشتدت المعركة الثنائية ما بين الثنتين. الله 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 يا سلام شواهين شواهين سعيد بن حمد بن حمرور العامري ياتي مع المقدمة ياتي مع الصدارة لينطلق بمقدمة هذا الشوط من خلال هذا الإبداع بن هيان بمحاولاته المستمرة التي يتأمل فيها أن تحقق أيضا هناك في الأمتار الأخيرة الساحة ناموس هذا الشوط. الساحة عادت من الجانب الآخر شواهين بن هيان وبن حمرور المركز الثالث من الميدان قادم قادم ولكن هذا بن حمرور هذه لقية بن حمرور ذكرناها مع لوحة الكيلوين وقلنا من أقوى اللقايا مع بن حمرور هذه هي شواهين سلالة شاهينية في دمائها سلالة شاهينية في دمائها تهانينا لسعيد بن حمد بن حمرور العامري سلام يا أبو حمد سلام سلام على هذا الإبداع وتقديم هذه النوعية في الأمتار الأخيرة. المركز الثاني الساحة لحمد بن هياب بن سالم العامري ثالثا كانت العاصمة حمد بن هدي بن بطيب بن بيضان الشامسي رابعا الوثبة سالم بن خليفة بن ضبيب الشامسي وخامسا كانت أيضا سمو إبراهيم بن سعيد بن سالم الحجري. التوقيت 7:48 كان توقيت شواهين لسعيد بن حمد بن حمرور العامري.